فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أحد الأشخاص يقول إن الإنكار إنما يكون على الجاهل فقط، أما إذا فعل الرجل أمرا محرما وهو يعلم أنه محرم فإنه لا ينكر عليه، فهل هذا القول صحيح؟ نسأل الله العافية. يترك على ضلاله، هذا ضال، يرشد يبين له هذا ضلال، وأن عدم العلم بالعمل هذا ضلال. والله جل وعلا لعن اليهود، لعنهم وغضب عليهم، لماذا؟ لأن عندهم العلم ولكنهم لم يعملوا به، فيجب أنه يغلظ عليه ويقال له: أنت لست مثل الجاهل، أنت يخشى عليك من غضب الله لأنك عالم، فيذكر بهذا. نعم.